إذاعة سلطنة عمان تقدم. قدم الباحثون العمانيون في الجامعات الأجنبية أطروحات وأبحاثاً تناولت شتى ميادين العلم والفنون والمعرفة، وهذه مساحة نفردها لكم في دراسات عمانية. دراسات عمانية. إعداد وتقديم الدكتور هلال الحجري. دراسات عمانية للمخرج علي بن عبد الله العجمي. دراسات عمانية. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دراسات عمانية. من الأطروحات التي أنجزها العمانيون في الخارج رسالة دكتوراه بعنوان السياسة المالية والأداء الاقتصادي في عمان من 1970 إلى 2003، قدمها الدكتور خليفة بن سالم الفزاري لجامعة درهم في بريطانيا سنة 2006. دراسات عمانية. يقول الباحث في ملخص دراسته إن التدخل المدروس للدولة في الاقتصاد مسألة يقبلها الباحثون، ولتلبية الأهداف العامة للاقتصاد وتحقيق كامل إمكاناته يجب على الدولة أن تزج بنفسها في اقتصاديات الإنتاج والتوزيع في جميع أنحاء البلاد. وفي هذا الإطار تبرز الميزانية الوطنية للدولة كطريقة أساسية في تنفيذ عملية التخطيط المالي، وعليه يجب أن تتوافق أهداف السياسات الاقتصادية مع أهداف الخطط الاقتصادية. ويضيف الباحث قائلاً لقد اعتمدت سلطنة عمان نهج التخطيط الاقتصادي منذ عام 1976 عندما بدأت خططها الخمسية المتعاقبة، ومنذ ذلك الحين فإن مستواً عالياً من الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية قد تحقق. ومع ذلك من خلال إلقاء نظرة على المؤشرات الاقتصادية في الاقتصاد العام وفي قطاعات معينة يمكن استخلاص نتيجة هامة أن تلك المؤشرات لا تعكس الأهداف الطموحة المحددة في خطط التنمية الأصلية. ويقول الباحث أيضاً ولأن السياسات المالية هي على رأس السياسات والأساليب الاقتصادية التي يعزو بعض الباحثين إليها المسؤولية عن نجاح الاقتصاد وفشله، فإن الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو التحقيق فيما يمكن أن تؤديه السياسات المالية في سلطنة عمان من دور إيجابي في إنجاز تلك الأهداف الإنمائية. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث طرقاً كمية ونوعية، كما استخدم التقييم كنهج ثانوي، ووظف مناهج الاقتصاد الإحصائي والتمثيلات البيانية التخطيطية. درس الباحث السياسات المالية المعتمدة حالياً في ثلاثة مجالات: الضرائب والنفقات وسياسات التعامل مع العجز المخطط في الميزانية والدين العام. وخلص إلى أن هناك فجوة واسعة بين الإيرادات الضريبية الفعلية والمحتملة، وأن الضرائب ترتبط إيجابياً بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة إلى أن المستثمرين الأجانب
لا يستجيبون بالضرورة للحوافز الضريبية، وأن محددات أخرى تكمن وراء تدهور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن النفقات الاستثمارية الحكومية يمكن أن ترتبط بانخفاض النمو، وأن التزاحم ظاهرة موجودة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص، مشيراً إلى أن الاستثمار الحكومي في المشاريع يعمل بديلاً عن الاستثمار الخاص، وأن هناك صلة سلبية بين الدين الخارجي والنمو. وأخيراً، فإن العجز المالي يؤثر على الموقف من ميزان المدفوعات سلباً. وعلاوة على ذلك، درس الباحث العلاقة المتزامنة بين النفقات العامة المقلصة والناتج المحلي الإجمالي، لفحص ما إذا كانت السياسة المالية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي في اقتصاد السلطنة قد تقلص نمو الإنتاج. ختاماً، خلص الباحث إلى أن نتائج دراسته تدحض مقولة أن التغييرات في الإنفاق الحكومي تميل إلى تسريع أو إبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى إمكانية اقتراح أن تقلص الحكومة الإنفاق كاستراتيجية للسيطرة على الاختلالات المالية في الاقتصاد العماني. تكونت هذه الدراسة من 8 فصول، ونقرأ من خاتمتها هذه الفقرة: دراسات عمانية. يقول الدكتور خليفة بن سالم الفزاري: لقد دعا أنصار المذهب التجاري إلى الحرية الاقتصادية، حيث لا تتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية للمجتمع، بينما رأى الاقتصاديون الكلاسيكيون أن الدولة يجب أن تلعب دوراً ثانوياً في الأنشطة الاقتصادية، تاركة النظم الآلية الداخلية للسوق كي تنظم الاقتصاد. ومع ذلك، فإن أزمة الكساد العظيم الذي حصل في الثلاثينيات من القرن الماضي أثبتت أن هذا النوع من التفكير غير صحيح، وتم اعتماد تدخل الدولة منذ ذلك الحين. بل في وقت مبكر من القرن 15 كان هناك اتفاق على أن السياسات الاقتصادية للدولة ضرورية للحفاظ على التوازن الاقتصادي، وعليه يمكن القول أن تدخل الدولة المدروس في الاقتصاد مسألة تقبلها الباحثون. وقد برز مفهوم التخطيط الاقتصادي في هذه المرحلة، وتأكدت أهميته في مواجهة التقلبات الاقتصادية ولتنفيذ الأهداف العامة للاقتصاد وتحقيق كامل إمكاناته. فإن الدولة ينبغي أن تتخذ قرار التخطيط الاقتصادي في الإنتاج والتوزيع والقطاعات الاقتصادية الوطنية، ومن خلال اعتماد التخطيط الاقتصادي والمالي الوطني، فإن بلداناً عديدة حققت نمواً كبيراً ومعدل نمو في القطاعين العام والخاص. ومع ذلك، فإن النجاح في التخطيط له عدد من الشروط، أهمها الالتزام بتنفيذ الخطط المحددة. علاوة على ذلك، ثمة إجراءات تحتاج إلى متابعة مستمرة للكشف عن عمليات التحويل عن الخطة الأصلية، وهناك أيضاً حاجة إلى تقييم الخطط ودرجة نجاحها في تحسين المتغيرات الاقتصادية مثل الدخل القومي الإجمالي والادخار والاستثمار. ولا بد أيضاً أن تكون الخطط والسياسات قابلة للتعديل بطريقة تجعلها قادرة على التكيف مع الوضع الراهن للاقتصاد. دراسات عمانية.
كان ذلك عرضاً لرسالة دكتوراه بعنوان السياسة المالية والأداء الاقتصادي في عمان من 1970 إلى 2003، قدمها الدكتور خليفة بن سالم الفزاري لجامعة درهم في بريطانيا سنة 2006. دراسات عمانية. مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج علي بن عبد الله العجمي. دراسات عمانية.